الذي يلي شروط الزوج: وشركت في الزوج تعيين وعدم محرمة المحرمة للمخطوبة تحته. هذا هو شرط الزوج. شركت في الزوج تعيين، كيف يعين؟ إما بوصف أو إشارة، يعني كما سبق تعيين زوجتي. ذكرنا هذا شرط في زوجتي، هذا يجب تعيين زوجتي، كذلك تعيين الزوج هذا شرط. فزوجت بنتي أحدكما باطل. الولي قال زوجت بنتي أحدكما، هذا باطل لعدم التعيين. ولو مع الإشارة، إشارة يعني إشارة إليهما. لو كانت الإشارة هناك ذكر يعني سواء كان مع النية أو بدون النية، كذا ذكر بالتقطع مطلقا، أي سواء كان نوى الولي معينا منهما أم لا. نعم، فإذا هذا لا يكفي ولا يصير النكاح به للإبهام وعدم التعيين. ثم الشرط الثاني: وعدم محرمة للمخطوبة تحته. هذا مسألته جمع بين الأختين، زوج أو رجل يتزوج ويجمع بين الأختين، هذا ليس بصحيح. هذا الذي قال عدم محرمة تحته، محرمة لمن؟ للمخطوبة، كأخت أو عمة أو خالة لمن؟ للمخطوبة، بنسب أو رضاعة، تحته تحت الزوج. فإذا رجل يخطب امرأة وتحته موجود من؟ امرأة محرمة لها، يعني لهذه المخطوبة، مثلا أختها زوج له قبل هذا، أو عمتها أو خالتها، يعني عمة المخطوبة أو خالة المخطوبة أو أخت المخطوبة، هكذا هي زوج لهذا الرجل قبل هذا، فلا يجوز له أن ينجح أخت زوجته، عمة زوجته، خالة زوجته، هكذا تحت الزوج. ولو في العدة الرجعية، المصنف ذكر عدم محرمة تحته، هذا كلمة التحت شاملة لكونها في العدة الرجعية أيضا، عادت إلى بقاء النكاح حقيقة، بل مطلقة طلاقا رجعيا. ولو في العدة الرجعية، لأن الرجعية كالزوجة بدليل التوارث، يعني لو توفي أحدهما وهي معتدة عدة طلاق رجعي يتوارثان، لو مات زوجه يكون لها إرث، لو ماتت هي فيكون له إرث منها، هكذا. ثم فإنكها محرمتين في عقد، فإذا وقال عدم محرمة تحته، فإذا ممكن رجل يحتال أن يتزوج أختين في عقد واحد، هل يصح؟ هذا إذا لا يصح، هذا الذي يقول فإنكها محرمتين في عقد بطل، بطل فيهما. إذ لا مرجح لذلك يبطلان، لا يصح نكاح منهما. ثم أو في عقدين بطل الثاني، يعني رجل نكح امرأتين على الترتيب بينهما هذه المحرمية، فإذا بطل النكاح الثاني وأصح النكاح الأول. ما هي المحرمية بين المرأتين؟ هنا ذكر عدم محرمة أو عدم محرمة للمخطوبة تحته، فإذا هنا المحرمية مفروضة بين امرأتين، المحرمية لا تكون بين امرأتين بل تكون بين رجل وامرأة، هذا هو، كهذا معلوم مما سبق في موانع النكاح. فإذا ما معنى هذا القول؟ هذا الذي يبين فيما بعد. وضابط من يحرم الجمع بينهما كل امرأتين بينهما نسب أو رضاع
يحرم تناكحهما إن فرضت إحداهما ذكرًا، ألا هو معنى المحرمية؟ يعني المحرمية مفروضة هنا، مقدرة، حكمية. هذا وضابط من يحرم الجمع بينهما، ضابط من يعني ضابط امرأتين، يعني كلمة من واقية على امرأتين، ضابط امرأتين يحرم الجمع بينهما على رجل، يعني كل امرأتين بينهما نسب أو رضاع، هذا النسب أو هذا الرضاع يحرم تناكحهما إن فرضت إحداهما ذكرًا، إن فرضت إحداهما ذكرًا. فإذا امرأة وأختها بينهما محرمية، لماذا؟ إن فرضت إحداهما ذكرًا، فإذا هذا أخ وأخت، أخ وأخت، فلا يجوز النكاح هكذا. كذلك امرأة وخالتها لو فرضت إحداهما ذكرا ويكون هذا رجل وخال، رجل وخالة، نعم، أو يعني رجل وبنت يعني أخيها، هكذا يكون. ثم هنا ذكر بنسب أو رضاعي، بنسب أو رضاعي، ماذا محترزه؟ ذكر في الحاشية وعلم أن من حرم جمعهما بنكاح حرم جمعهما أيضا في الوطئ بملك اليمين، هذا مسألة أخرى. وضابط من يحرم الجمع بينهما بنسب أو رضاعي خرج المصاهرة، أنا كل امرأتين بينهما نسب، نسب أو رضاعي، فإذا خرج المصاهرة، نعم، لا يعتبر هنا المصاهرة، يعني لو كان هذه الامرأة يعني وتلك المخطوبة حرمت المصاهرة فلا يحرم الجمع بينهما، نعم، هذا للاحتراز. قال ثم بعده ويشترط أيضا أن لا تكون تحته أربع من الزوجات، يعني هذا شرط أيضا في الزوج. ويشترط أيضا أن لا تكون تحته أربع من الزوجات سوى المخطوبة ولو كان بعضهن في العدة الرجعية، هذا كما ذكر يعني في الشرط السابق، عدم محرمية تحته ولو في العدة الرجعية. كذلك هنا أيضا يعني رجل تحته أربع، إحداهن مطلقة طلاقا رجعيا لا يجوز له أن يتزوج خامسة، نعم، لأن الرجعية في حكم زوجته، فلو نكح الحر خمسا مرتبا بطل في الخامسة، رجل تزوج خمسة من النساء فالنكاح الخامس باطل، هذا بطل في الخامسة. وفي عقد يعني تزوج خمسا في عقد واحد، في عقد يعني هو قبل النكاح في الخمس دفعة واحدة بطل في الجميع. لماذا؟ لما سبق هناك لعدم المرجح، لا يكون هناك مرجح لتصحيح الأربع ويبطل الخامس. ثم أو زاد العدد على ثنتين، هذا مسألة، مسألة العبد، والذي ذكر سابقا مسألة الحجي فهذا مسألة العبد، لم يذكر قبله كم يجوز للعبد، بل هو أضاف في بيان المحترز هذه المسألة. أو زاد العبد على الثنتين بطل كذلك، بطل كذلك معناه يعني هو تزوج في عقد واحد بل كل باطل، أو تزوج ثلاثة في عقد واحد، أو تزوج ثلاثا على الترتيب مرتبا فبطل في الثالثة. أما إذا كانت المحرمة للمخطوبة أو إحدى الزوجات الأربعة في العدة البائن فيصح نكاح محرمتها والخامسة لأن البائنة أجنبية، هذا محترز لقوله ولو في عدة رجعية. فإذا لو كانت هذه الرابعة وهي إحدى الأربع أو هذه المحرمة للمخطوبة في عدة طلاق باين، فإذا يجوز له أن يتزوج، نعم. أما إذا كان المحرمة للمخطوبة أو إحدى الزوجات الأربعة في العدة الباين فيصح نكاح محرمتها، محرمتها لم يرجع إلى
محرمة السابقة، يعني المحرمة التي في عدة البائن، ثم والخامسة يعني يصح نكاح الخامسة، لأن البائنة أجنبية، نعم ليست كزوجتي.